لك رؤيا فارس شو بك؟ طيب خلص رح شد حالي. ها ما بدي نضف لك الجرح احسن ما تلتهب بكره تلقط ميكروب. طول بالك طول بالك. ها خلصنا خلاص؟ ايه خلصت. ميرسي كثير راف، عن جد عم بعذبك معي. ما تحكي هيك فارس ولو. شو عملت؟ خبرني هلا كيف صار وجع صدرك؟ اي 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 عمي كثير موجوع؟ ايه كثير. شو رايك؟ ما بعرف شو صار، يمكن في شي ضلع زيح من محله. ايه طب ما بيسوى هيك، يعني لازم تروح تصوره. خلص بكره بس روح على الاجونس بعمل له فوتوشوت. خبرني هلا راف، ليه عملتي هيك؟ شو عملت؟ ما كنتي مضطره تعذبي حالك وتجيبيني على البيت؟ مش انت كان بدك تجي لعندي على البيت؟ كنت بدي اجي بس بظروف افضل من هيك، مش انا مطبق صدري. ايه شو بدي اعمل لك؟ ما كان عندي حل تاني. لا رهف، وحده غيري كانت بتتركني مرمي على الشارع، او بافضل الاحوال بتزتني على شباب طوارئ، بس انت طلعتي كثير كبيره. هيدا الدين رح احفظه كل عمري، وانا معروف بالسوق، ما بحياتي بترك علي دين. طب خبرني هلا، ليه ضربوك؟ بصراحة متدين من واحد قرشان، تأخرت شوي بالدفع. تفضل شوف شو صار. لحظة، أنت مين قالك إنه ضربوني؟ ما أنت هلا قبل شوي قلت لي إنه ضربوك. إيه مزبوط، بس هي ما هيك صارت، أنا اللي ضربتهم. بس مثل ما بيقول لك المثل، الكترة غلبت الشجاعة. ليش كم واحد كانوا؟ كانوا ثلاثة، بس كل واحد منهم بفصل ثلاثة، احسبيهم بقى. تسعة؟ بس يلا الحمد لله مرقت عليها. هيا طبعا طبعا. سوري، واحد غيري كان راح فيها 100 شقفة بس سبع. شو رأيك تشرب كباية عصير؟ بشرفك، ما بدي عزبك معي أكتر بقى، خلص حاجة تخجليني، رح تدوبيني بتيابي رهوف. خلص فارس، قلت لك إنه أنت اليوم ضيفة. خلص إذا مصر بشرب عصير رمان فريش. بونجور. بونجور. ها كيف قهوتك؟ سادة لو سمحت. تفضل. شكرا. صحة رهوف، عن جد ما بعرف كيف بدي كفيكي، هيدي الوقفة اللي وقفتيها معي ما رح انسالك اياها، مشان هيك عفكر اعمل لك تمثال عباب البنايه. ما بحب التمثيل، بحب الصور. كيف يعني الصور؟ فارس بحلم يصيروا صوري على كل الطرقات، على كل البانويات، كيف ما تبرم العالم هيك شمال يمين يشوفوني على الطريق، يشوفوني على البانو، يصيروا رجال هيك يطلعوا فيي ويتحسروا على حالهم، والنسوان، عرفت أي نسوان؟ هودي اللي بيصيروا يطلعوا هيك فيك ويغاروا، البنات الصغار يحلموا يصيروا مثلي، بحب صير ستار، سيرتي على كل التلفزيونات، على كل الإذاعات. والعالم تركض وراي وتصير تقول لي رهف رهف فيها ناخذ معك صوره؟ رهوف رح احقق لك كل احلامك، رح خلي العالم كلياتها تصير نظرتك على الطرقات بدها امضائك، صورك على البانويات مش بس بربوع الوطن، لا 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 بكل البلدان. اي بلدان؟ بالكواكب. لخلي الصور تبعك على البانويات تبع اي كوكب موجود بالمجره. ما فيك تحقق لي حلمي بلا ما تمسك لي ايدي. عفوا يمكن انفعلت زيادة عن اللزوم. اشرب قهوتك. شكراً.